انا عايزه اسال حضرتك يا حاجه مجد على حاجه. صورتك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لما اتصورتي معاه ولما قبلك، احكي لنا عن اللقاء. دي كانت في سنة 2016. يا سلام. طلعت الأم المثالية ورحت قابلت الريس، وبعدين وهو بيديني الوسام دوت يا حبيبتي فوقفت بقى اتكلمت معاه، قلت له انا مش عارفه الاعلام ليه ما بيبصش الا من الجزء الفاضي في الكوبايه، ليه ما بيبصوش للانجازات اللي بتحصل واللي موجوده. ده ربنا يا ريس لما بيحب بلد، واستنيت شويه كده قلت له ربنا لما بيحب بلد بيبعت لها القائد اللي بياخد بايدها لبر الامان. صح. قال لي وانت شايفه ان انا قادر على المسؤوليه دي؟ قلت له انت قدها وقدود يا ريس، حضرتك قدها وقدود. بعد كده بقى القنوات الاخوانيه كتبت عليا ان انا بشبهه بالرسل. طب انا قلت الرسل؟ انا ما قلتش الرسل. يقولوا اللي يقولوا. يعني بس وكان لقاء جميل جدا، ويعني بتذكره على طول بالفخر والاعزاز يعني. والسيد الرئيس يعني ربنا يا رب يا رب يبارك فيه ويديله الصحه ويعني المسؤوليه كبيره، مسؤوليه مسؤوليه كبيره جدا، وربنا ان شاء الله يقدره على ان هو يشوف مصر زي ما هو نفسه يشوفها، تبقى أم الدنيا. نعم. وبإذن الله بإذن الله بخطواته بالإنجازات بتاعته إن شاء الله بإذن الله مصر هتبقى من البلاد اللي هتبقى متقدمة بإذن الله. إن شاء الله. ويعني أنا مش قادرة أقول لك أنا فخورة قد إيه يعني بزيارة بالمقابلة بتاعتي مع سيادة الرئيس يعني. واحنا فخورين بحضرتك يا حاجه، وفخورين بيكي يا شيرين، وفخورين بابن حضرتك، وفخورين بزوجك يا شيرين، ونورتونا النهارده، وشرف لينا الحقيقه ان انتوا اسعدتونا بوجودكم معانا النهارده في يوم زي ده. بشكرك يا حاجه مجده، وبشكرك جدا. انا اللي بشكركم على استضافتكم. انا اشكر حضرتك، نورتونا. مشاهدينا خلصت فقرتنا، وباذن الله انتظرونا في الفقره اللي جايه، اوعوا تروحوا في اي حته.